بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل chapter 1 وبنتكلم ان شاء الله على الـ M codes فبنقول الـ M codes or miscellaneous codes بيقول لي ايه M or miscellaneous codes are used to either turn on or off different functions which control certain machine tool uh, operation يبقى بعد كده بيقول لي إيه, several M codes may control the same type of operations such as M03 M M04 uh, and M05 which control the machine tool spindle يبقى الثلاثة هذول بيتعلقوا بالسبندل فلو جيتوا M03 turns the spindle on إزاي؟ clockwise M04 turns the spindle on counterclockwise M05 turns the spindle off يبقى إذن on clockwise

بتاع الميلينج ماشين بيمشي ايه في الكلوك وايز دايركشن طب ام 04 قال لي لا دي هتبقى ايه كاونتر كلوك وايز فانا الدريل اللي قدامي اهو باشي في إيه ال counter -clockwise. وبرضو ماشي في ايه الكاونتر كلوك وايز وبرده الميلينج كاتر ماشي في الكاونتر كلوك وايز اللي هو ضد عقارب الساعه الام 06 اللي هي ايه تول تشينج ويز with automatic retract هنا بيقول لي ان انا آه لما نيجي اوضح دي سريعا ال 06 يقول لي ايه لو انا عايز اعمل هول انا ما بعملش هول على وان ستروك على مشوار واحد لا ده انا بعمل ايه؟ يدخل التول يبقى انا اول حاجه هنعمل ايه؟ السنتر ليجل وبعدين يجي ايه؟ البيك دريلنج يعمل ايه؟ يدخل التول ويطلع يبقى ايه؟ خد مشوار ده بنسميه ايه بقى؟ ريتراكشن ده بالمسافه دي اللي من هنا اللي هنا دي بنسميها ايه؟ الريتراكت بلان اللي هي ايه؟ الار خلاص؟ نيجي بعد كده يقول لي ايه؟ الام 30 الام 30 اللي هي اند إيه? اوف بروجرام and return to uh, beginning of uh, program خد بالك ان في m 02 ممكن نستعملها m 30 ممكن نستعملها للاند بلوك بس الام 30 ان انا بقول له انهي البروجرام وارجع فين ريتيرن تو ذا بيجنينج اوف ذا بروجرام اهو يعني شوف بص اهو من التشارت m 30 ورجع تاني الى ايه نقطه اما ام 02 ستوب وانتهى على كده خلاص يبقى نكمل نشوف بعض الاكواد المهمه

reset to start